السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الرابعة والنصف من قناة سهيل، وهذه أبرز العناوين. محاولة اغتيال للشيخ شايق محمد شايق بمنطقة شملان وسط العاصمة صنعاء. جمال بن عمر في تقريره لمجلس الأمن يجب أن يقود الحوار في اليمن إلى تغييرات مجدية في الأمن والحوكمة والتنمية. أهلا بكم إلى التفاصيل، أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض الشيخ محمد شايق أحد مشايخ صعدة اليوم إلى محاولة اغتيال من قبل عناصر مسلحة أثناء خروجه من منزله في منطقة شملان بصنعاء. وحسب مرافقي الشيخ شايق فإن عناصر مسلحة كانت تختبئ على بعد عشرات الأمتار من منزل الشيخ شايق وباشروه بوابل من الرصاص أثناء خروجه، ومن ثم لاذوا بالفرار على متن دراجة نارية. وتأتي محاولة الاغتيال هذه بعد 4 أيام من ظهور الشيخ شايق في قناة سهيل على برنامج 10 و10 الذي نوقشت فيه مراسم دفن جثمان حسين الحوثي. تم إطلاق النار علينا في السيارة، وتم إصابة الفندم شايق بمشايق جروح نارية في رجله، والحمد لله تمام حالته. جاء ضرب نار وفعلوا لها يعني قرن، فعل السيارة وذا. أنا رحت السطح حصلت صاحب المتر هذا، ضربت عليه نار، بس عندما كان في بيوت في عوائل في أطفال هرب. إلى ذلك دان مشايخ وأبناء صعدة محاولة اغتيال الشيخ شايق محمد شايق، معتبرين محاولة الاغتيال محاولة بائسة لاغتيال صوت الحقيقة الذي ينقل الواقع لمحافظة صعدة عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين الحكومة والرئيس هادي بسرعة القبض على الجناه واتخاذ اللازم لوقف مسلسل الاغتيالات. نستغرب أن تبقى الدولة مكتوفة الأيدي أمام هذه الميليشيات التي تصفي الناس الواحد تلو الآخر. بالمؤتمر الحوار الوطني وشيء معيب للتسوية السياسية وللرئيس، ونحن نطالبهم بأن يتحملوا مسؤولياتهم في حماية الناس في صنعاء، وأن إذا كانت الميليشيات وفرق الموت موجودة الآن داخل صنعاء فكيف يأمن الناس؟ نحن نطالب الرئيس أما أن يتحمل مسؤولياته أو أن يعلن أن على الناس أن يشكلوا لهم ميليشيات وأن يحموا أنفسهم. هذا عار على الدولة والناس تهفى صعدة تكون تحت مظلة الجمهورية تحت النظام والقانون، ولا فلا داعي للدولة والرئاسة الجمهورية. وهذه الرسالة نعلق عليها بخطابنا للأخ رئيس الجمهورية ولمؤتمر الحوار وللأخ وزير الداخلية، إذا كانوا عاجزين عن تأمين العاصمة اليمنية صنعاء فنحن قادرين على حماية أنفسنا. قال موقع وزارة الدفاع إن عناصر مسلحة في فرضة رهم شمال العاصمة صنعاء أقدمت اليوم على اختطاف 4 مدرسين من جامعة صنعاء أثناء توجههم إلى محافظة مأرب. ونقل الموقع عن مصدر في الجامعة قوله بأن المدرسين كانوا في طريقهم لأداء عملهم في كلية التربية بمأرب، وتم اختطافهم من قبل عناصر مسلحة في فرضة نهم، مطالبا الأجهزة الأمنية القيام بواجبها في الإفراج الفوري عن المدرسين وملاحقة الجناه. حذرت المؤسسة العامة للكهرباء من عجز المؤسسة عن القيام بمهامها في تنفيذ الإصلاحات جراء استمرار الاعتداءات على أبراج الكهرباء. وقال المهندس عبد الرحمن سيف عقلان مدير عام المؤسسة في تصريح صحفي أن المؤسسة لم يعد بمقدورها تحمل المزيد من هذه الاعتداءات جراء ما تتكبده من خسائر كبيرة في الإصلاحات وخسائر الطاقة المباعة، فضلا عن تدني مستوى تحصيل مستحقاتها لدى مختلف عقلان إلى سرعة ملاحقة مرتكبي الاعتداءات وإنزال العقوبات الرادعة، مشيرا إلى أن الواقع يظهر أنه لا حل لهذه المشاكل إلا باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخربين.
قدم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر اليوم تقريره الدوري إلى مجلس الأمن. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وجود محاولات لتقويض العملية الانتقالية من خلال تصعيد الهجمات على أبراج الكهرباء التي تسبب بؤسا وغضبا في أنحاء البلاد بإغراقها في ظلام دامس في ظل حر شديد. وقال بن عمر: لقد لمست إحباط الناس وإرهاقهم وازدياد استيائهم. تحدثت الأسبوع الماضي إلى كثير منهم في مدينة الحديدة التي شهدت احتجاجات متكررة في الأشهر الأخيرة هناك وفي مناطق عدة من البلاد، ولمست أن صبر الناس بدأ ينفد. علينا جميعا بذل قصارى جهدنا لضمان أن يقود التقدم الذي شهدناه في مؤتمر الحوار الوطني وفي مجالات أخرى إلى تغييرات مجدية في الأمن والحوكمة والتنمية، وذلك تزامنا مع تحسينات ملموسة في الحياة اليومية لجميع اليمنيين نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وديمقراطية وازدهارا تصان فيه حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون. يبرهن اليمنيون أنهم لا يستحقون أقل من ذلك. وأشار بن عمر إلى أن منفذي الهجمات معروفون، ولكن لا يزال الإفلات من العقاب سائدا، موضحا أن الشعب اليمني يطالب بالعدالة وأنه يتوجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وفي تقريره المقدم اليوم إلى مجلس الأمن قال بن عمر: إن اليمن يبقى أولوية بالنسبة إلى أمين عام الأمم المتحدة، وأنه سيواصل مهمة التواصل الكامل مع جميع الأطراف اليمنية لمساعدتهم طيلة العملية الانتقالية. وأشاد بن عمر بالرئيس هادي وبجهود حكومة. أمين عام الأمم المتحدة، وسأتابع تواصل الكامل مع جميع الأطراف لمساعدتها طيلة العملية الانتقالية. أشيد بالرئيس عبد الرب منصور هادي لقيادته وبجهود حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد بسندوة. يعول اليمنيون على استمرار تحدث مجلس الأمن الدولي بصوت واحد في دعم العملية الانتقالية، وأثني على مساهمات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمه. وأود أيضا شكر الاتحاد الأوروبي ومجموعة أصدقاء اليمن والسلك الدبلوماسي الناشط في صنعاء. وقال: يعول اليمنيون على استمرار تحدث مجلس الأمن الدولي بصوت واحد في دعم العملية الانتقالية، وعلينا جميعا بذل قصارى جهدنا لضمان أن يقود التقدم الذي شهدناه في مؤتمر الحوار الوطني وفي مجالات أخرى إلى تغييرات مجدية في الأمن والحكومة والتنمية، مع تحسن ملموس في الحياة اليومية لجميع اليمنيين نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وديمقراطية وازدهارا تصان فيه حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون. وقع اليوم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي اتفاقية تمويل مشروع نظام المعلومات المناخية بمبلغ 19 مليون دولار والممول من البنك الدولي عبر برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية، ويهدف المشروع إلى تحسين نوعية الخدمات والمعلومات المتعلقة بالمناخ وكذا تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية لهيئة حماية البيئة. وقع عن برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية السيدة لياس جارت رئيس فريق المشروع، وحضر التوقيع وزير المياه والبيئة وممثلون عن وزارة الزراعة والري ووزارة النقل. طالب أبناء محافظة أبين بالإنصاف في التعويضات التي تصرفها الحكومة لإعادة إعمار أبين. جاء ذلك خلال مسيرة للعشرات من المواطنين الذين قالوا إنهم لم يتلقوا أي تعويضات حتى الآن. المواطنون المحتجون يشكون من لجان التعويض التي قالوا إنها تتعامل بمعايير مزدوجة وارتجالية بحتة، وطالب المحتجون رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بإنصافهم وحماية المال العام من خلال إيصال المساعدات لمستحقيها. تعاني مديرية حرب بمحافظة حجة من تردي خدمات الكهرباء في المديرية نتيجة غياب دور السلطة المحلية في المتابعة رغم توفر إمكانات إصلاح الشبكة حد قول المواطنين. نتابع. مديرية حرب البوابة الشمالية لليمن
يحظى بمنفذ بري يدعم خزينة الدولة بالمليارات، لكن أبناء المديرية يعانون غياب الخدمات، خاصة ما يتعلق منها بالكهرباء، والتي تعتبر شاهدا على تردي الأوضاع بمجالاتها المختلفة، ما جعل أبناء المديرية يخرجون في مظاهرة حاشدة تطالب بتوفير الخدمات ومن أهمها الكهرباء، وتهتف برحيل المجلس المحلي الذي اتهموه بالإهمال وعدم المتابعة. مماطلة في الكهرباء، في الضمانات، في كل حقوق المواطنين المساكين، خاصة المديرية، لا مديرية ولا أمين العام ولا أي واحد مسؤول أو محافظ يجيب لنا كلمة صادقة. وبالرغم من توفر الأدوات المختلفة في حوش مؤسسة الكهرباء بالمديرية للعمل في إصلاح الشبكة الكهربائية وتوجيهات رئيس الجمهورية باعتماد 8 ميجاوات، إلا أن السلطة المحلية في المحافظة والمديرية كما يقول هؤلاء لم تقوما بمتابعة الجهات المعنية في توفير تكاليف العمل. ناشد السلطة المحلية ممثلة في إدارة المجلس المحلي بتوفير الكهرباء لأبناء المديرية، وذلك كما تعلمون أن الأجواء حارة وأخواننا وأبناءنا الطلاب والطالبات يعانون الآن. تظاهرة حاشدة خرج فيها أبناء المديرية بعد تبني العديد من الفعاليات وتشكيل اللجان الشعبية للمطالبة بخدمة الكهرباء، وبعد يأسهم من دور المجلس المحلي وانتهاجه سياسة مواعيد عرقوب، خرجوا إلى الشارع تعبيرا عن غضبهم وتأكيدا لمتابعة مطلبهم. لن يحمل أعماله، هذا اللي أعرفه. إذا كان يريد صحيح كهرباء الحرب عليه أن يتجاوب على المواطن ويأخذ منه فترة مهلة معروفة قبل سنة أو سنتين، وهو يستمعون في بيته وهو مدير الناحية ويقولون أنه بعد 15 يوم إن شاء الله سوف تشتغل الكهرباء، والآن لنا سنة ونص ولم يحصل شيء من ذلك. توفير الكهرباء مطلب يتطلع إليه كافة أبناء الجمهورية، ما يفرض على مختلف المجالس المحلية في المديرية والمحافظات اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين المتصاعدة. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية، محافظة حجة. تحت عنوان معا لمناهضة العنف والتعذيب في السجون، نظم مركز الشفافية للدراسات والبحوث بالتعاون مع وزارة الداخلية ومصلحة السجون ورشة عمل حول سيادة القانون وتعزيز ثقافة مناهضة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية بمحافظة إب. وتطرق المشاركون في الورشة إلى القوانين اليمنية الوطنية التي تضمن احترام حقوق السجين، وكذا الاتفاقيات الدولية التي تعزز من مناهضة التعذيب بشتى صوره وأشكاله، وعدد من قضايا التعذيب التي حصلت في بعض السجون اليمنية. شارك في الورشة التي ترعاها وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور عدد من القيادات النقابية ونشطاء حقوقيون من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى قيادات أمنية بمحافظة إب، في مقدمتهم مدير أمن المحافظة العقيد فؤاد العطاب. إن شاء الله سنعمل على كل ما يرد من نتائج هذه الورشة، سنعمل على تحقيقها، وإن شاء الله نحاول أن ننصف كل من تعرض لأي ظلم أو إنقاص بحقه أنه في ما له. في نهاية النشرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. محاولة اغتيال للشيخ شايق محمد شايق بمنطقة شملان وسط العاصمة. في تقريره لمجلس الأمن، يجب أن يقود الحوار في اليمن إلى تغييرات مجدية في الأمن والحوكمة والتنمية. وفي الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.